السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل حديث على الديسك كونستراكشن كلاود، واحنا اتكلمنا على الدوكومنتس. هنخش دلوقتي على الديزاين كولابريشن، وده بينظم فريق العمل بتاعك وبينظم الشغل بينهم. فطبعا لازم يكون في تيم موجود. طيب هقول له اد تيم، وابدا اقول له مثلا لو في فولدر موجود هختار فولدر من هنا، ده اللي هيبقى فيه الملفات بتاعت المشروع اهوت، او تقدر انتر تيم نيم من هنا. تمام، هقول له كلوز بالشكل دوت. تقدر تعدل الاسم في اي وقت، ده المعلومات الخاصة بالمشروع، ده الإدارة بتاعت المشروع. تقدر تسلكت موديل تو يوز از مين موديل، وده هيظهر معانا لما نبدأ نرفع الملفات. ملف ريفيت مثلا هيبدأ يظهر معانا هنا. دلوقتي اخش على بروجكت ستيتس بتاعت المشروع، بيقول لسه مفيش اي موديل موجود. الشينج التعديلات اللي بتحصل، الميتنج لو انت عايز ترتب اي اجتماعات مع اعضاء الفريق، فبتقول له كرييت ميتنج بالاختيار الاسم بتاعه. تمام، النهارده كان فعلا في بيم ميتنج تو سبتمبر في احد المشاريع. بتكتب ديسكريبشن والتوبيك اللي هتتكلم عنها في المشروع ومن امتى لامتى والاجنده والمينتس. بالشكل دوت، وتقدر بقى تشوف بقى انت هتدعو مين للحفلة ديت. متنسوش تعزموني لو في اكل. تمام، وتقدر تضيف ريفرنس ملفات او شتات انتوا محتاجينها في الميتنج. وهنا الممبرز تقدر تضيف اكتر من شخص للديزاين كولابريشن. وهنا الاعدادات اللي احنا شفناها في الاول. ميزه الكلاود ديت ان عندك اكتر من حاجه زي ما نشوف مع بعض. يعني الملف اللي انت رفعته في الدوكيومنتس هيبدا يظهر معاك هنا، فتقدر ان انت تعمل له تيك اوف حصر. وطبعا لما هنرفع ملف بيم هيبقى الحصر اسهل، لكن تقدر تحصر برضو من ملف الاوتوكاد، وتقدر تحصر من ملف البي دي اف زي ما نشوف مع بعض بعد كده.